ورحمة الله وبركاته متابعين قناة سيوار. وما عمل لكم فيديو جديد اليوم. عم مفاجأة لماما. هلأ أنا وبابا. السلام عليكم ورحمة الله. هلأ موجود هيني أنا وسوار عم بصور فيها. أم سوار وماسن موجودين مع بعض. عاملين مفاجأة كتير حلوة لماما. صح يا سوار؟ رح تكيف عليها ولا لا؟ تكيف. رح تكيف كتير. هي وماسا قاعدين بتمشوا هناك عشان نيجوا عندنا. مبسوطات سوار وماسا؟ جايز اليوم راح يطقعوا ايش اسمها؟ ايش اسمها؟ الالعاب النارية. العاب النارية حيطقعوا كمان. هلا احنا جينا على مطعم لنفطر. السوار وماسا عم بيلعبوا مبسوطات. جريكي لونهن وايت ماسا. اليوم في اجازه لابو سوار علشان الناشونال داي في الامارات. اليوم عم بطير بالطياره. سيال احبك. بحبك بانا. بحبك طلعنا لا. ماسا بتحب اثنين طلال وتيها. وانا بحب بانا بس وتلين. بانا وتلين. انت يلا كل واحد له اثنين. يلا يا بانا. انا السفينة. تيجوا تعالوا. انا السفينة. مبسوط انه انا السفينة. هي ذوقي. هيدا ابو سفينه. ايش هذا الصحن؟ اصبر شوي. طبعا مظبطين فطور احنا لام سوار. هذا لمين؟ هذا لسوار. او ماي جاد. كيف هالمفاجأة؟ هذا لي ولا مخربطين؟ سوار كيف المفاجأة لماما؟ هذا لمين سوار؟ حبايبي. هي كان نفسها فيه صح؟ واو. انا مش مصدق. هي حكت نفسها اجيب التليفون فانا جبت لها اياه. مش مصدق الصراحه. مش مصدق جد. يسلموا ايديكم حبيبتي سوار. حبيبتي يا ماما. شكرا 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 شكرا. يعني حبينا احنا نعمل لك اياها مفاجاه من خلال ايش ما يخطر على بالك. قلبي بدق جوا صحن الاكل. انا فكرت خروف. احكي شو الاشي اللي جايبه مغطيه. طب خلينا نبلش ناكل بعدين نكمل تفاصيل الهدية. شكرا جد. يسلم ايديك ابو سوار. لسه ما نزل على السوق. كيف جبته؟ اونلاين. يا عيني يا لي. غيرنا الطاولة. خلصنا فطور وغيرنا الطاولة. جينا قعدنا هون. شوف ما احلى الاطلالة. طبعا ام سوار ردت فعلها يعني عشان كان في ناس حوالينا انحرجت شوي بس من وراء الكواليس كثير كانت مفاجأتها يعني انبسطت جدا على شكرا شكرا ابو سوار. يلا لازم تردين لنا اياها هلا. سوار شو بدنا احنا؟ صار في دين علي؟ بابا ماما افتحيها هلا. افتح تليفون. فرجينا اياه. يلا انا رح افتح يا ماما. يلا احكوا بسم الله. طبعا هي كانت حاكيت لها عن كل المواصفات اللي نفسها في الايفون فانا عرفت التفاصيل كلها وجبنا لها نفس التفاصيل اللي بدها اياها 12 ماكس. بس على فكره انا سمعت انه اكبر من هيك بس مش جاي كثير كبير انه عادي يعني هي على ممسك الايد. خليه مش قادره. خلص من اليوم وطالع في لوجات سوار خليك تصوري في الايفون بس. حاطين الاستلاك بس بدون الشاحن بس هيك. كثير حلو ابو سوار. شكرا لك. عفوا يا سمبا. عشان انت بتساعدي البيت وبتتعبي وانا بسال بابا عشان ماما بتتعب جيب لها. شطه حبيبتي. بتفكري فيه دائما سوسو. بتحبي تجيبي لي هدايا. الله يخلي لي اياكي يا سوسو. خططتي انت وبابا من وراي.